معظم قادة العالم المؤثرين في تاريخ شعوبهم ما جاءت عن طريق الانتخابات الديمقراطية، مثل جورج واشنطن، مثل ماو سي تونغ، مثل لينين. كل الأنبياء لو نزلت الانتخابات في أقوام لفشلت، لو نزل محمد للانتخابات في مكة لفشل وفاز أبو جهل، ولو نزل في المدينة لفاز وهزم أي آخر. إذن الانتخابات هي مزاجية ذات بيئة خاصة لعلماء المختصين بالانتخابات وتوجيه نفسيات الشعوب. هذا ما نريد أن نفهم من الديمقراطية. أما ما يتعلق بالوطنية، البديل نعم، تكرم يا أستاذي، البديل هي نخبة مثقفة ذات فكر أيديولوجي موحد يوجه القطيع العام الشعبي إلى الاتجاه الصحيح. وهذا ما حصل في أمريكا وبروسيا وبالصين وفيتنام، وما حصل في كل كرة الأرضية. وهذا ما حصل بالثورة الإسلامية الكبرى عندما قامت فئة من 13 سنة لم تتزوج 20-30 رجل بقيادة محمد عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى المدينة وشكل قواعد الدولة. بالتالي إذا أردنا أن نفهم الديمقراطية فيجب أن نحطمها من أفهامنا، ويجب أن ننعتها دائما بكل مراكزنا بأن هذا فكر مزاجي مشبع بالتمويل المالي الأجنبي. وبالتالي قد يسقط رجل مؤهل للفوز، وقد ينجح رجل غير مؤهل للفوز. وبالتالي يجب أن نبتعد عن هويتنا الفلسطينية أو العربية فيما يتعلق بالانتخابات. كل انتخاباتنا في العالم العربي، 23 دولة عربية، 23 رئيس عربي انتخب بأربع تسع. وبالتالي ما في داعي أن نتكلم ونوضح أكثر من هيك حتى نبعد الفكر الديمقراطي عنا. ما الحل البديل؟ الحل البديل القائد المخلص المنتظم مع فئة معينة وقليلة العدد. ما ممكن أنت تجيب صف قيادي اللي قاد الاتحاد السوفيتي 70 سنة هو 13 شخص هو أعضاء المكتب السياسي الأعلى. اللي يقود الولايات المتحدة الأمريكية الآن النخبة الحاكمة في الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي لا تزيد عن 12 أو 15 بالحزبين. وكذلك في كل الأحزاب المثقفة بالعالم تلتزم التزام كبير فيما يتعلق بقاداتها، وخاصة إذا كان هذه القائد ذات بعد تاريخي. كيف ينعكس هذا على الهوية الوطنية الفلسطينية فيما تفضلت وتكرمت؟ نعم، هل خلصنا الديمقراطية؟ كيف هذا ينعكس يعني على مفهوم الهوية الوطنية الفلسطينية؟ أنا هيك فهمت من الجلسة كلها يا أستاذي. هاي الورشة عبارة عن دائرة مستديرة، هي جزء من مجموعة من الأنشطة والفعاليات اللي بقوم فيها المركز الفلسطيني الديمقراطية وحل النزاعات، اللي يعني تأتي ضمن إطار المصالحة الوطنية. بتهدف هاي الدائرة لمناقشة موضوع الهوية الوطنية وأثرها على القضية الفلسطينية. من وجهة نظر بعض المختصين كنشطاء سياسيين، نشطاء مجتمع محلي، وأيضا مناقشة بعض المواضيع مثل الاختلافات الفكرية السياسية وأثرها يعني على القضية الفلسطينية.